هيدا سري يا صبايا، هيدا سري. لبشرة ناعمة قبل عرسك بدي شوفكن عم تستخدموا هالأدوات. تجهيزاتك كعروس، نفس عميق. Oh my God. مرحبا يا حلوين، أنا نجلة وموضوع اليوم بالفيديو هو العروس. ليه؟ لأن أنا عروس. صبايا كنت ناطرة عن جد تنقرر امتين العرس ونحدد الموعد لأنا بلش أعمل ريسيرش وأعملكن كونتنت ومواضيع إلها علاقة بالعروس. وهلأ بحب خبركن أنه رح أتجوز، بس ما رح خبركن امتين، رح أتركها مفاجأة لألكن. المهم صبايا، اليوم موضوعنا كيف العروس لازم تهتم بحالة قبل بشهرين لشهر من عرسها. هلأ يمكن أعطيتكن هيك هنت شوي، بس انه خلينا نركز على البيوتي والشعر. صبايا باختصار، صار وقت عن جد تركزوا على حالكم وتهتموا بحالكم. قسمت لكم الفيديو لكذا قسم، كيف تهتمي بشعرك، كيف تهتمي بعيونك، كيف تهتمي بجسمك. ف Let's do this. قبل ما نبلش بروتين العروس قبل عرسها بشهرين لشهر، بدي منكم تشتركوا بالقناة لأنه رح يكون كمان في بارت 2 من هيدا الفيديو، واللي هو كيف تهتم بحالك قبل بأسبوع من العرس. وأكيد إذا بدكم بعد مواضيع أكتر وأكتر عن العروس، ما تترددوا وتزوروا موقع هي، لأنه في مقالات أو articles كتير واسعة وكتير كتير متنوعة عن هالموضوع. إذا أنت عروس ومحضرة لعرسك قبل بسنة، اوكي بفهمك انه بس يبلش يقطع وقت رح تتوتري اكثر واكثر، وخاصه بس يصير في شهر لشهرين للعرس رح يزيد التوتر. فصبايا بدنا ناخذ هيك نفس عميق. اوكي انا عم بنصحكم هيدا الشيء ليه؟ لانه انا عم بقطع فيه، يعني عم بقطع بالتوتر، عم بقطع انا اوقات ما نام بالليل، عم بقطع بالاوفر ثينكينج. فعم بنصحكم وانصح حالي بهيدا الفيديو. فصبايا اول شيء، اول تايتل كبير، بدنا نخفف توتر، بدنا نخفف ستريس تنقدر نحن نهتم بحالنا مثل ما رح فسر لكم هلا. سو رح نبلش اول شيء بكيفيه الاهتمام بالشعر قبل العرس. هون صار الوقت انه نطلع كل هالمستحضرات والبرودكتس، الماسكات، الزيوت، الخلطات الطبيعيه اللي انا عملت لكم اياهم، ونبلش نهتم بشعرنا. كثير المهم قبل بشهر شهرين نبلش نهتم بشعرنا بهالطريقه. وكمان صبايا مهم كثير نوقف نعمل له ستايلينج بالحراره، يعني نوقف تظبيطات الشعر شوي عند الحلاق، نوقف نحط حراره على شعرنا تنوصل لنهار العرس شعرنا ما في تقصف كتير، شعرنا مش عم بيكون عم بينوبر. كمان بعرف انه كل صبية بتحلم بشعر هيك بيلمع، شعر صحي نهار عرسها، ومن بيناتهم انا، وانا عم بشتغل كمان هلأ على تطويل شعري، فعم جرب قد ما فيني اكل قصص فيها فيتامين بي، لانه الفيتامين بي هو اللي بينمي بسطة الشعر، هو اللي بيعطي شاين، بيعطي لمعان لشعرنا. فكتير عم باخذ نوتس، عم باكل كتير سمك، وكمان عم خلي البيض بروتين اكله لانه هذا الشيء كتير بيقوي الشعر، بيغذيه وبيعطيه لمعان. النقطة الثالثة كتير مهمة واللي هي لها علاقة بقص الشعر. صبايا ما فينا نروح نقص شعرنا قبل باسبوع من العرس او قبل باسبوعين من العرس، لا. اذا انت في تقصف بشعرك او زعجك شعرك، لازم تبلشي تزبطي الاطراف قبل بشهرين من عرسك، لانت تعرفي كيف حيكون تقريبا طول شعرك نهار العرس، تتقدر تريحي شعرك او تعطيه نفس لشعرك ليقدر يطول من هلا لنهار العرس. اكيد صبايا كل شيء له علاقه بتريتمنت الشعر، يعني بالعنايه بالشعر عند مصفف الشعر مثل الكيراتين، مثل اي تريتمنت ثاني، انا بنصحك انه تبلشي تجربيه او تعملي اختبار او تعملي تيست على شعرك بين الشهرين للشهر قبل العرس، مش قبل بجمعه تروحي تعملي كيراتين لشعرك مثلا او برازيليان بلو اوت لشعرك، لا. واخر نصيحه رح انصحك اياها فيك تعمليها بالبيت واللي هي مساج لفروه الراس. ما تتخيلوا قد ايه ممكن تعمل فرق بشعركم من ناحيه طول الشعر، من ناحيه صحه الشعر، ومن ناحيه تخفيف الستريس عن حالكم. واخر شيء صبايا، اكيد نحن بدنا نكون حاجزين موعد الشعر للعرس.
العرس، فمهم كتير نعرف شو لون شعرنا اللي بدنا اياه للعرس وشو الستايل اللي بدنا اياه، واكيد لون الشعر بدنا نبلش نشتغل عليه نحن والهير دريسر تبعنا بهيدا الوقت. واذا عبالكم صبايا اعملكم فيديو عن شو لون الشعر اللي بيلبق للون بشرتكم وللون عيونكم كمان، اتركولي بخانه التعليقات. تاني عنوان هو كيفيه الاهتمام بالبشره قبل العرس. صبايا موضوع كتير كتير مهم، ما بدي اشوف ولا عروس وصلت لنهار عرسها ما عملت خطوات او روتين للعنايه ببشرتها، لانه هيدا موضوع كتير مهم وبياثر على طلتك، بياثر على الميك اب اللي رح تكوني عم تعمليه وعلى كل شيء، حتى نفسيا اذا ما كان وجهك مرتاح انت ما رح تكوني مبسوطه. سو اول نصيحه بدي انصحكم اياها وانا كمان عم بتبعها، واللي هي نروح عند درماتولوجيست او طبيب جلد ونعمل روتين للعنايه ببشرتنا. يعني بدنا ننقل من روتين عادي لروتين طبي لبشرتنا، ونصيحه مني نصيحه مني هذا هو الوقت المناسب. يعني اذا كان عندكم بثور مثلا هون مثلي وما عم بيروحوا، هون بدنا نلجأ للطبيب. وكمان اذا عندكم بشره ناشفه او بشره جافه وما عم تزبط بالروتين اللي انتم متبعينه، كمان بدنا نلجأ لطبيب، كثير مهمه هالنقطه. النقطه الثانيه، اذا كنت عروس وعم بتفكري باللجوء للفيشلز، للتنظيف العميق للبشره، لقصص فيك تعمليها بكلينكس عند طبيب او عند اشخاص متخصصه، هيدا هو الوقت انه تبلشي تعملي فيشلز، تتخلصي من الرؤوس السوداء، تتخلصي من الرؤوس البيضاء وتعملي كل هالامور. اكيد منه الوقت الصح قبل بيومين ثلاثه من العرس، سو لازم انت تبلشي قبل بشهرين لشهر لتلاقي النتيجه المضبوطه. هيدي النقطه حطيتها تحت البشره وهي نقطه كثير مهمه، وانا صراحه بعاني منها، شرب المياه. شرب المياه صبايا مهم كتير لبشرة صحية، لشعر صحي ولجسم قوي، لجسم ماشي مزبوط، وكمان لتخفيف الاسترس. فبليز جربوا اشربوا كميات منيحة من المي، يمكن مياه فليفرد، يعني تحطوا مع المي حامض، تحطوا مع خيار، تحطوا مع ستروبري، تحطوا مع نعنع. فجربوا، بلشوا عودوا حالكم على هيدا النمط. رح اعطيكم هلا خلطة كتير مهضومة وستيف كمان عم جربها. هيدي الخلطة انا كمان هلا عم بتبعها، هيدي الخلطة كأنه ديتوكس لجسمكم، هيك بتحسوا انه عن جد اخذتوا شاور بس من جوا. الخلطة هي كتير سهلة، منعبي مي، منحط فيها بذور الشيا ومنحط معها حامض، مننقع هالخلطه تقريبا لعشر دقائق ومنشربها. فيها تاخد معنا ساعه، فيها تاخد معنا ساعتين، انتو اللي بتفضلوا، بس جربوا اعملوها تقريبا يوم ايه يوم لا. اميزنج. وصبايا اخر نقطه بدي لكم اياها بالعنايه بالبشره، صار وقت كمان اذا بعد ما عم تستخدموا رولرز، عم تستخدموا ادوات للوجه، صار وقت انه تستخدموها، لان ما فيكم تتخيلوا قد ايه بتعطي حياه لوجهكم. يعني انتم بتشوفوا بالفيديوز اللي انا بعملها البيفور والافتر، هالادوات بتساعدكم كثير لبشرتكم تشرب المستحضرات اللي انتم عم بتحطوها وتمشي الدوره الدمويه، يعني كانكم عملتوا ريبلامبينج لوجهكم، يعني رجع وجهكم ورد. فكتير كثير مهم بلشوا تستخدمون. وانا عامله فيديوز كتير عن هالمواضيع، رح احط لكم اياهم بالديسكربشن بوكس، وبليز بلشوا فيهم يا عرايس، عم بنصح حالي انا كمان. اوكي، بنوصل لعنوان بعد اهم واهم من اللي حكيتهم قبل، واللي هو العيون، صحه العيون قبل العرس. شو فيكي تعملي لتخفيف الهالات السوداء تحت العيون؟ شو فيكي تعملي لتخفيف الانتفاخ تحت العيون قبل عرسك؟ قبل عرسك بشهر شهرين فيكي تعملي كتير قصص. اولا النوم، نوم نوم، ساعات النوم بيلعبوا دور كتير مهم، وانا بفهمك، انا في ليالي ما عم نام فيهم بس كتير مهم صبايا، عن جد كتير مهم انه ننام من 7 لـ 8 ساعات يوميا مرتاحين كرمال صحة عيوننا، لان بكرة بس تروحي تعملي ميك اب وتحس عيونك شوي مورمين او عيونك مش صحية مثل ما انت بدك رح تزعلي. وانا كمان عامله كثير فيديوز عن العنايه بالعيون وعن كيفيه شد العيون وكل هالامور، فيكم كمان تروحوا تحضرون وتاخذوا معلومات اكثر واكثر. وكمان تتشوفوا على هي بنحب كل المواضيع نكون عاطينكم معلومات عنها. اذا انت عروس وما عم فيك تنامي، زميلتي جوا عامله فيديو عن كيفية النوم أو عن حيل بتساعدك على النوم، فيك تحضري وتستفيدي منه. أنا استفدت. إذا بدكم تطبقوا شيء طبيعي
قبل عرسكم اللي هو جل الألوفيرا. فيكن تطبقوا تحت العين. جل الألوفيرا عادة بيناسب كل أنواع البشرة، فأنتوا قادرين أنه تعملوا باتش صغير وتطبقوه على عيونكم يومياً لتشيلوا الانتفاخ على مدة هالشهرين. صبايا، الوقت المناسب لإذا بدكم تعملوا أي شيء له علاقة بحواجبكم أو لتكثيف الحواجب، مثل الميكروبليدينج، مثل يمكن تستخدموا سيروم معين بكثف الرموش، هيدا هو الوقت الصح بين شهر لشهرين قبل العرس لتشوفوا بركة عملتوا الميكروبليدينج مثلاً وما حبيتوا. بضل في عندكم وقت لتلاقوا حلول شو تعملوا، فدايما نحسبوا هالحساب. منوصل للجسم ولبشرة الجسم. أوقات كتير منهتم بالشعر وببشرة الوجه وبالفستان وبالسهرة ومننسى أنه نحن في عنا كمان عناية بجسمنا. سو صبايا، رول نمبر 1، بلشوا استخدموا سوب بارز أو صابونة بتجي على هيدا الشكل، رح فرجيكم. أولا بتساعد لكل صبية عندها سيلوليت بجسمه، يعني اذا بتستخدموها يوم ايه يوم لا، بس تاخذوا شاور بتجنن، بتحسوا انه عم بتكسر لكم هالسلوليت بجسمكم، فبلشوا استخدموها. وبنفس الوقت ريحتها كثير حلوه وبتعمل تقشير للجسم، سكراب للجسم. فنحن بدنا نبلش اولا نعمل سكراب لجسمنا مرتين اسبوعيا، وكمان بدنا نبلش دغري. اسمعوني، اول ما تخلصوا من الشاور ما تخلوا يقطع دقيقة من بعد ما تطلعوا من الشاور تكونوا مرطبين جسمكم، to lock moisture، يعني تأنتوا تحبسوا هالترطيب. دغري لازم ترطبوا جسمكم من بعد ما تطلعوا من الشاور. صبايا، إذا كنت عروس وناوية تعملي ليزر هير ريموفل، يعني إزالة شعر الجسم بالليزر، شهرين تأخرت شوي، لازم تكوني بلاند قبل بوقت، أوكي، لأنت تعملي هول السيشنز تبعك لتوصلي للعرس خلصتي. هلا في حال ما عملتي منا مشكلة، روقي خدي نفس، فيكي قبل بشهرين كل شهر تعملي جلسة وحتلاقي نتيجة من جلستين، وحتلاقي انه الشعر كتير خف بجسمك. سو انت قادرة انه تكوني عم تعمليهم قبل العرس بشهرين في حال ما لحقتي. اذا كنت بتشيلي شعر جسمك بالشفرة، اوكي، بلشي خففي استخدام الشفرة. ليه؟ لانه حتكون لبكة عليكي. انتو بتعرفوا بس نشيل شعر الجسم بالشفرة ماكسيموم يومين ثلاثة بده يطلع هيدا الشعر، اما اذا منشيله بالسكر او بالشمع ممكن تروح معنا جمعتين ليطول الشعر بجسمنا، لانه بنكون عم نشيلها من الجذور. قبل اخر نقطة بدي احكي فيها واللي هي اهمية الرقبة والديكولتي للعروس. صبايا كتير في عرايس بتلبس فساتين هيك بهالشكل، ببين الديكولتي وبتبين الرقبة تبعها، فكتير مهم انت تكوني عم بتطبقي المستحضرات او روتين العناية ببشرتك كمان على الديكولتي وعلى الرقبة، لان من المعروف انه هالمنطقتين ما فيهم دهون كتير، ما فيهم فات كتير، فدغري دغري ببين عليهم التجاعيد والتعب وخاصة من الستريس، فانتبهوا لهالموضوع. اخر نقطة ببشرة الجسم وهيدي نقطة اختيارية اكيد، واللي هي لون بشرتك. هل انت بدك يكون عندك اسمرار اكثر بلون بشرتك او بدك تتركيها مثل ما هي؟ اذا بدك تسمري اكثر وما بدك تعرضي حالك للشمس، رح اعطيك حلول كثير حلوين. في نقطه انا كنت بعرفها صبايا بس نسيتها كليا، انا عم حضر لكم هالفيديو، شفتها انا عم بعمل ريسيرش، واللي هي السبراي تان. شو هي السبراي تان؟ انت بتوقفي مثل هيك بخيمه، اوكي، رشوا بيعملوا لك خلطة لون مناسبة لبشرتك، وانتبهوا يعني فيهم يكونوا اورجانيك ناتشرال طبيعي ما بيأذوا لكم بشرتكم، وبيرشوكم كلكم على جسمكم من الرقبة للديكولتي لكل الجسم باللون اللي انتم بتختاروه. بهالطريقة ما بتكونوا عرضتوا بشرتكم للشمس وبتكونوا عملتوا اللون اللي انتم بدكم اياه. فالسبراي تان كتير حلوة، هو حل بنصحك تجربيها قبل شهر بشهرين، لان هن تقريبا بيضاينوا ل 15 يوم اللون. سو لازم تجربيه قبل تشوف اذا انت حبيتي هالشيء، اذا ما حبيتي بيكون راح. الحل الثاني صبايا كمان انا بستخدمه دائما، وكذا مره قلتوا لي على انستغرام حسيناك انه لونك مسمر، ليكو انا شو بعمل. اولا بحط الكف، بتعرفوا لشو هالكف؟ اكيد حتعرفوا، هو للسلف تان برودكتس. هول بيكون مرطب، يعني بتحطوا منه كل يوم عادي بترطبوا جسمكم فيه، بس شو بيعمل؟ هو بيكون عم يعطي لون لبشرتكم مره عمره عمره تسمروا بلا ما تحسوا. كثير حلو، تخيلوا انتم بس بترطيب جسم وبالكف صبايا، اوكي، مره عمره بس تطبقوا هالكريم. اتس جراديوال تان، رح يصير اقول لكم دخلكم رايحين على البحر،
شو عاملين تسمريتوا هيك؟ ما ببين دغري، انا بستخدم جراديوال تان، يعني مره على مره بصير يبين، واكيد مثلا بحطه هلا الساعه 1 بنطر تقريبا للساعه 4 بيكون غمق اللون. واخر نصيحه بدي انصحكم اياها صبايا، واللي هي لها علاقه بالاظافر، اذا كانوا اظافرك جل مثلي ماشي الحال، بس اذا كانوا اظافرك طوال وطبيعيه فركيهم كل يوم بزيت معين من اختيارك. بتعرفي الزيوت قد ايه بترطبهم، نحن بهمنا نرطب الاظافر هيك نريحهم ليطولوا بطريقه احسن. اما بالنسبه للبيديكور او اظافر الاجرين، بليز اسمعوا مني، جربوا ما تلبسوا كثير قصص مسكره وضيقه على اجريكم، لان ما بدنا نوصل لنهار العرس وعندنا مشكله باظافر اجرينا. هيدي نقطة كتير مهمة، لأن رح نكون لابسين كعب ورح نضيقهم نهار العرس، فانتبهوا كتير لهالنقطة. إذا حبيتوا الفيديو بليز اتركوا لي كل تعليقاتكم بخانة التعليقات، وخبريني إذا أنت عروس مثلي كمان بخانة التعليقات تأحكي هيك شوي أنا وياكي، واعطيني كمان من خبرتك. بحبكم كتير، بشوفكم بحلقات جديدة next week، وأكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتفقسوا على زر الجرس وتتركوا لي كل تعليقاتكم بخانة التعليقات. باي.